دينا في كل مكان مشاهدي قناة النادي الأهلي الأهلوية، جمهور النادي الأهلي برحب بيكو. عايزة أبدأ معاكم من فريقنا الكروي الأول اللي حاليا في فترة راحة سلبية، وأكيد بيتابع المباراة يعني السيمي فاينال بين الرجاء والزمالك أو الزمالك والرجاء، وإن شاء الله من سيتحدد الفائز النهاردة هو اللي هيقابل إن شاء الله الأهلي يوم 27 نوفمبر إن شاء الله. يوم السبت اللي جاي فرقتنا إن شاء الله هتعود لاستكمال التدريبات بعد الراحة السلبية اللي موسيماني منحها ليهم. طبعا النهاردة يعني مباراة التتويج بدرع أو بالبطولة الأفريقية شيء مهم جدا كلنا بننتظره. حتى النهاردة اللي بيتابع الزمالك والرجاء بيتابع يعني شايف المباراة النهائية هتتلعب إزاي، وأنا كنت بتفرج عليها دلوقتي قبل ما ندخل. كلنا يعني بنقول يا رب يوم 27 الأهلي إن شاء الله يفرحنا ويفرح الملايين اللي قاعدة منتظراه بإذن الله، يعني على أحر من الجمر زي ما بيقولوا. يوم 27 نوفمبر إن شاء الله هنقابل أي من الفائز اليوم على استاد برج العرب اسكندرية، البطولة الغالية زي ما قلت، البطولة الهامة بالنسبة لكلنا، كل الأهلوية في كل مكان، كلنا متفائلين بالفريق وبمستوى فرقتنا، كمان كلنا ورا فريقنا والجهاز الفني، وكلنا هنكون السيف والدرع زي ما قلنا امبارح لفريقنا الفترة اللي جاية علشان نوفر أكبر قدر من التركيز للعيبة والموسيماني والجهاز الفني كله، بحيث ان هم يشتغلوا في أجواء هادية ويكون كل تفكيرهم بس في مباراة النهائي. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده هنا في البيت الكبير برضو انه الفترة اللي جاية ديت هتكون يعني او هيكون في محاولات كتيرة جدا علشان تخرج الفريق من تركيزه، وده اللي لازم كلنا او اعتقد ان احنا في حالة انتباه كويس قوي للي بيحصل ده. كمان الجهاز الفني بيتابع باهتمام بالغ جدا اكيد مباراة الزمالك والرجاء المغربي اللي بتتلعب دلوقتي في استاد القاهرة علشان يتم تحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية بعد طبعا ما تأهل الأهلي على حساب الوداد المغربي. أكيد هكون متابعة مننا لحظة بلحظة، ومتابعة مهمة أكيد كمان علشان نتعرف على كل مواطن القوة والضعف سواء في فريق الزمالك أو الرجاء، أيا كان مين اللي هيقابلنا في النهائي. بنتمنى التوفيق لفريقنا، بنتمنى نحسم اللقب الأفريقي. الجهاز الفني كمان النهاردة يمكن بيتابع مع لعيبة الأهلي الدوليين اللي هيتواجدوا مع المنتخب الوطني الأول، واللي بيستعدوا لمواجهة توجو. مواجهة توجو مواجهة مهمة جدا أكيد الكل بيشتغل عليها على قدم وساق علشان برضو نسعد الجمهور الأهلي في كل مكان في كل أنحاء العالم. صحيح صحيح، يعني كل طبعا